في الفقرة اللي جاية هنتكلم عن موضوع موجود على مواقع التواصل الاجتماعي ومثير للانتباه بشكل كبير جدا. اتكلمنا في الأيام الماضية على تهريب الآثار المصرية اللي راحت إلى إيطاليا. طبعا كان في كلام كتير، ولغاية اللحظة الموضوع غير واضح بالنسبة للمتابعين جوه مصر وبره مصر. إزاي تهربت الآثار؟ متى تهربت هذه الآثار؟ كيف تم تهريبها إلى إيطاليا؟ أسئلة كتيرة ما قدرناش إن احنا نوصل فيها لإجابات واضحة. النهاردة هنتكلم عن موضوع تاني، الآثار تباع وتشترى عن طريق الإنترنت أونلاين، الآثار المصرية. إزاي المواقع دي موجودة لغاية دلوقتي على الإنترنت؟ يعني قطعة آثار تمثال زي ما احنا شايفين دي الفيديوهات اللي بتعرض على الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، آثار احنا مش عارفين إذا كانت آثار حقيقية ولا آثار مزورة، عمليات نصب ولا عمليات تهريب، ولا يعني الفيديوهات دي اللي بيتم عرض الآثار فيها أونلاين على الإنترنت وبيتم عمليات البيع والشراء عن طريق الإنترنت، إزاي الآثار دي حقيقتها إيه؟ ومفروض نتعامل مع الأمر ده إزاي؟ وكيف يتم التنقيب في المقابر خاصة في الأقصر؟ يعني إزاي موضوع غريب جداً، لانه مفروض ان هو مفيش اكتر من كده علنيه، ما بيتمش في الخفاء والسر، ده عن طريق الانترنت يعني امام الجميع. طب ازاي بيتم ده؟ مش عارفاه صراحه. معانا الان الاستاذ محمد صالح المحامي. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بالساده المشاهدين، اهلا وعليكم، كل عام وانتم بخير. وحضرتك بألف خير. انا عايز اعرف حقيقه الفيديوهات ايه؟ يعني هل دي اثار حقيقيه فعلا بيتم بيعها وشرائها عن طريق الانترنت ولا ايه بالظبط؟ لا 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 طبعا مش حقيقية ابدا. لانه احنا عندنا مشكلة، احنا عندنا شباب فنانين على اعلى مستوى، فنانين بيشتغلوا نحاتين، بيشتغلوا شغل مطابق للاصلي. تمام. وبيبيعوه لناس اخرين، لكن في البلد في الاقصر على كل حال هي مؤمنة تماما، جميع المناطق الاثرية مؤمنة تماما، ما فيش اي حاجة بيتم التنقيب عنها ابدا. طب حضرتك شايف الفيديوهات استاذ محمد؟ نعم. حضرتك شايف الفيديوهات اللي احنا عارضينها اللي موجوده؟ اللي موجوده على الانترنت. لا الموجوده على الانترنت لا 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 مش حقيقيه خالص. طب انا عايز اسال سؤال بس استاذ محمد عشان افهم، هي بتبقى معروضه ويعني قدامها في ورق نتيجه كده بارقام معينه؟ يعني ايه؟ فهمها لي، انا عايز افهم. يعني بصي حضرتك، يعني بيقولوا الحاجه دي موجوده دلوقتي وادي التاريخ النتيجه اللي هو دلوقتي، او 5 جنيه او علامه بيقول اللي هو المشتري. دي قصه بين الولاد اللي بيشتغلوا نصب، على فكره في وقائع نصب خطيره جدا في موضوع الاثار، وبيشتغلوا بتدفع فيها اموال كتيره ومنتشره بشكل شاسع. يعني دي حضرتك بتؤكد انها اثار مزوره مش حقيقيه؟ بالظبط مزوره. عرفت منين؟ لا احنا بالنسبه بالمناسبه احنا عندنا هنا الخبره موجوده في كل الناس اللي بتشاهد الفيديو، بيقول لك دي اصلي او مش اصلي بمجرد يعني صوره على الفيديو، يعني انت مش محتاج انك تروح وتشوفها او تلمسها. لا انا عايز جهاز ولا عايز حاجه ولا اي حد. واضحه انها مزوره. واضحه مزوره. لا ده بيقول لك دي شغل فلان الفلاني. يعني بيقولوا ايه؟ شغل ايه؟ الشغل ده الصناعه دي صناعه فلان. يعني بيكونوا عارفين مين النحات اللي عملها او بالظبط بالظبط. لكن مين اللي يكون معروف اللي عارفينه؟ اللي هو اهل البلد. لكن الغريب اللي هو جاي، سواء دلوقتي احنا عندنا فئات اخرى دخلت في العمليه دي اللي هم الخليجيين. يعني الاول كان عندنا الاتحاد الاوروبي زي بريطانيا فرنسا ايطاليا، اللي هم كانوا يشتروا من اول الزمان، دول اللي هم كانوا ياخدوا وكانوا يهربوا وكلفه دي. لكن دلوقتي دخل معانا مين؟ الناس بتوع الخليج ما عندهمش ثقافه العلم او المعرفه بالاثار دي والكلام ده، بيبقى عليهم وسطه. الوسطه ده بين الولاد بتوع الاقصر والناس اللي هم الخليجيين. كان فيديو في فيديو كمان تنقيب في المقابر لو معانا نعرضه. طبعا كان في فيديو تاني لتنقيب في مقبره، يعني طيب. برضو ما احناش عارفين اذا كان المقبره دي حقيقيه ولا لا 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 انا نقول لك بصي بقى، هنا بقى في ناس اللي هي اللي عندها الجشع، اللي عندها اموال وفلوس وعايزه زياده. بيقول انا عايز مقبره بقى من بابها. ايه قصه المقبره؟ بيجي الولد النصاب بيجمع شويه تحف وحاجات من المناطق والمصانع الالباستر وبيجمعهم في، احنا عندنا مقابر اصلا خاويه زي دلوقتي كانوا يسكنوا فيها الناس القدماء، عندنا في البيوت المنازل القديمه فيها بيت. بيجي البيت ده بيروح عامل له قفله ويروح حاطط الحاجات دي ويديها سبراي معين
تمام، ويبتدي يفتح عليها فتحة من فوق ويروح مصورها بالصورة اللي انت حضرتك بتشوفيها. لو معانا الفيديو ننزله يعني. لا دي الاثار، انا عايزة التنقيب في المقبرة. طيب التنقيب برضو بيبقى عملية صورية مش اكتر، بتبقى صورية يعني. طب بيدخلوا مقبرة موجودة بالفعل؟ لا لكن هي ما فيش مقبرة، المقبرة دي موجودة وما فيهاش اي حاجة على الاطلاق يعني، لكن هو بيجيب الحاجات دي منقولة من مكان ثاني اللي هي مش اصلية. لكن انا عايز نتكلم لكن على الصوره هتظهر. انا شايفه الفيديو، كان الفيديو كويس ما كانش صوره سيئه. طيب كمل كده. طب معلش انا عايز اسال سؤال يا استاذ محمد، هل في احتمال او امكانيه ان يكون في قطعه اثريه حقيقيه في وسط يعني هذه القطع الاثريه المزوره؟ بالظبط بيبقى فيه واحد فيبقى فيه صح؟ طيب يعني طب الحكمه عيني بقى بالنسبة للقطعة والاثنين والثلاثة، في حاجات اسمها ايه موجودة يعني في كل مقبرة بتلاقي 300-400 قطعة متشابهة مع مقبرة ثاني وثالثة واربعة. الشيء النادر اللي هو واحدة بس او ملك بس، دي مش موجودة في القطعة دي. من هنا بقى بتبقى الحاجة دي على اساس لو جه خد خبير وقول له اتفرج على دي، بيقول لك دي اصلية، فيعتقد ان الباقي كله اصلي. طيب استاذ محمد السؤال الاخير، هل في مناطق بالفعل يعني خاصه في الصعيد موجود فيها اثار لغايه دلوقتي لم تكتشف؟ يعني طبعا اكيد كل يوم بنسمع. ده اكيد 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 جدا. بيتم التعامل ازاي معاها؟ يعني لو فرضا واحد اكتشف اثار في بيته، التعامل القانوني بيكون ازاي والتعامل اللي بيحصل ايه؟ شوفي القوانين تعاقبت ولغايه دلوقتي تم تعديل القانون، وصل لدرجه انه الحبس على الاقل 3 سنوات، لكن هذه الأحكام غير رادعة. ليه مش رادعة؟ ومش هي نتيجة الحل. المفروض الحل أن أنا نوجد عمل شريف لكل للشباب اللي هو بيعتقد أنه هو لو فضل في بيته أو في شغلته اللي بيشتغل بيها استحالة هيبني بيته أسرة مستقبلية. تمام. فالمفروض أن أنا عندي لوكسور، ما فيش مصانع، ما فيش أي حد بيبص للشباب بيشتغل إيه. أنا السياحة وقفت خلاص، أنا البلد وقف. فهنا بقى الولاد بيطلعوا الجبل، بيطلعوا في المناطق الاثريه يفحتوا اللي هي بعيده عن عيون الشرطه الاثار والسياحه. تمام، اشكرك استاذ محمد على هذه المداخله، وهنتابع مع حضرتك. اشكرك شكرا جزيلا.